سي شعيب اليوسفي كما عشناه يعني مؤلف جديد بالنسبة للسي محمد حفيد وأحمد البوس. المغرب لم يعتد على كتابة بحال هذه المؤلفات يعني بالنسبة للأحداث اللي بقى راهنية يعني بقى جديدة. أشنو رأيك؟ رأيي وهو أن هذه مغامرة نحن في حاجة إليها حتى لا يكون هناك طابوهات في الحديث عن أحداث ما زالت حاضرة وما زال أشخاصها بيننا أو أغلبهم بيننا، وهو تحول ثقافي أكثر منه سياسي، تحول في أن نباشر الذاكرة قبل أن تضيع منا بعض تفاصيلها وقبل أن يكتبها غيرنا. لذلك أعتقد بأن المبادرة هي مبادرة جيدة ويجب أن تعم في جميع المجالات، ليس في المجال السياسي ولكن حتى في المجال النقابي وفي المجال الثقافي في مجال السينما والفن وكل ذلك، لأن بناء الذاكرة الثقافية والسياسية هو بناء للمصالحة مع الذات ومع تاريخنا حتى لا نترك فجوات نندم عليها مستقبلا. سي محمد حافظ في التدخل ديالو قال بأننا يعني حرضنا الساسة، حرضنا المثقفين على كتابة المذكرات ديالهم. فعلا هو هذا الكتاب هو يغري آخرين لكي يتكلموا، مثل ما تكلم السجناء سنوات الرصاص، ومثل ما تكلم بعض المقاومين في وجيش التحرير. الآن نريد من السياسيين أن يكتبوا كتاباتهم، وهذا الكتاب الذي كتب محمد حفيظ ومحمد البوز هو فعلا تحريض لخوض هذه المغامرة.